كما وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المقدم محمد نصر الدوسري قاضي عسكري بقوة دفاع البحرين. أهلا بك في نشرات الثامنة. بداية ماذا يمثل لكم يوم الشهيد؟ أول شيء أهلا فيك. طبعا في بداية اللقاء أحب أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظ الله ورعاه، ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ولسيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، ولحكومة مملكة البحرين الرشيدة ولشعب البحرين الوفي بمناسبة احتفالات مملكتنا القالية أعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 للميلاد، وذكرى تولي سيدي صاحب الجلالة المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. طبعا اليوم يصادف 17 ديسمبر وهو يوم الشهيد بمملكة البحرين، وتخصص هذا اليوم من لدن سيدي صاحب الجلالة المعظم حفظ الله ورعاه تعتبر لفتة مميزة تدل على المكان العالية التي يحتلها الشهداء في ضمير الوطن والقيادة الرشيدة، حيث ستبقى تضحيات أبطال الوطن من شهداء الواجب الوطني من منتسبي قوات دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني والذين قدموا أرواحهم فداء للوطن على مر التاريخ تسطر بأحرف من نور وتبقى قصص فخر وعزة يرويها التاريخ على مر الزمن. فتحية إجلال واعتزاز لكل شهدائنا الأبطال عبر تاريخ وطننا داعين المولى عز وجل أن يتقدمهم بواسع رحمته. اللهم آمين. مقدم محمد، حدثنا عن أهم التشريعات والقرارات التي تم إصدارها لمصلحة الشهداء في مملكة البحرين. نعم الله يسلمك. تقديرا من سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظ الله ورعاه وحكومتنا الموقرة صدرت عدة أوامر ملكية سامية وعدة قوانين وقرارات وأنظمة تتعلق وتهتم بشهداء الواجب وأسرهم، وأذكر أهمها الأمر الملكي السامي رقم 16 لسنة 2016 حيث أمر سيدي حضرة صاحب الجلالة المعظم من خلاله إنشاء وتأسيس الصندوق الملكي لشهداء الواجب. هذا الصندوق طبعا يتبع الديوان الملكي مباشرة وتشرف عليه وتديره هيئة عليا يرأسها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. طبعا تتكون الهيئة العليا للصندوق من أعضاء يتكونون من أصحاب سمو ومعالي وسعادة. يهدف هذا الصندوق إلى منح الدعم الشامل لجميع أسر الشهداء وتقديم العون والمساندة لهم من خلال منحهم بعض المزايا وصرف التعويضات والاستحقاقات لهم، وذلك كله طبعا من أجل توفير حياة كريمة ومستقبل واعد لهم. ويأتي في المرتبة الثانية طبعا إصدار سيدي جلالة الملك المعظم القانون رقم 46 لسنة 2014 وهو المعدل للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 والخاص بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوات دفاع البحرين والأمن العام، حيث نص هذا القانون على معاشات وتعويضات ومزايا لأسر الشهداء. وكذلك والاهتمام ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وجه إلى توحيد المزايا المالية والعينية والتعويضات والاستحقاقات في جميع الجهات العسكرية والأمنية بالمملكة، وتنفيذا لذلك
أصدر سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أمره بتشكيل لجنة يرأسها سيدي اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، نعم، وبعضوية الضباط المختصين في الجهات الأمنية، وتختص بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية في سبيل وضع النظام الموحد. وبالفعل بتاريخ 18 يوليو من عام 2018 أصدر صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين النظام الموحد للمزايا المالية والعينية المستحقة للشهداء والمصابين في الجهات العسكرية والأمنية. وحاليا طبعا ملتزمة بتنفيذ جميع الجهات العسكرية والأمنية في المملكة، حيث هذا النظام نص على العديد من المزايا، وأذكر منها على سبيل المثال الحصر منح مالية وتعويضات وأولوية توظيف أبناء الشهداء، وطبعا توفير المنح وبعثات دراسية لهم، وكذلك التكفل بعلاج المصابين سواء بداخل المملكة وخارجها. ونص النظام هذا كذلك على شرط عدم تعارض المزايا التي نص عليها هذا النظام، نعم، مع أي مزايا أخرى يتم منحها لأسر الشهداء من قبل أي جهات حكومية أخرى، وهذا يضمن استفادة أسر الشهداء بجميع المزايا. نعم، المقدم محمد ناصر الدوسري قاضي عسكري بقوة دفاع البحرين، شكرا جزيلا لك.